تكذبوش على الناس، او ما تكذبوش على الناس. اي صافي خمس دقائق قلت لي راهو يمشي، هو ماهوش يمشي. تقول لي جاو الدراهم على 12 غير 3:30. هي بعض الكوارث التي وقفت عليها وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال في زيارة مباغتة أمس لبعض المراكز البريدية لمنطقة براقي بالجزائر العاصمة، واقع عنوانه الأبرز غياب المسؤولين عن العمل وعطل في الموزعات المالية وغياب للنظافة والأمن. كنت حندير ان ريكلاماسيون دي رابور من عند الغاش، ماشي شاك فوا شاك فوا مبلوكيا. خاصك 3 سوايع باش تمشي. على درب زميلها في الحكومة عبد الملك بوضياف وزير الصحة، زيارة الوزيرة الشابة تكشف المسطورة بمركز الطرود البريدية أمام كاميرات التلفزيون، والصور أبلغ من أي كلام. كيفاش؟ ما تريكلاميوش؟ شنو هذا؟ ندير لونغار تاع الحيوانات حاشا راه بلو بروبر كو سا. شحال من عام ما سيقتوش هنا؟ وساك يتقلب كريم يتقلب. واش ما تقلبوش؟ لي ساك هذوك يروحوا بيه توتا. يتقلبوه تقلبوه تطبقوه. سي صا. مواجهة بحضور الوزيرة بين مواطنين ومسؤولين تؤشر على أن التقارير التي تصل عادة للوزير تقارير مغلوطة. زيدوا لنا لي زافيراسيون نطلو نيفو مدام او نيفو دو ريبا. صراحة ولا يمكن هو ما حبناش، هو قال نخدموا برا ما يدخل حتى واحد يدخل داخل. هو اللي يخرج برا. تقاليد احياها بعض وزراء سلال بزيارات فجائية في محاولات لتطهير قطاعاتهم. ففي خرجة تفقدية واحدة وزيرة البريد تطيح بثلاثة من موظفيها. فهل ستثمر هذه السياسة ويعتبر المتسيبون، أم أن الإهمال والتسيب استشرى في مؤسساتنا وبات داء لا دواء له؟